أيها المشاهدون الأعزاء، أيها الحفل الكريم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نحييكم في هذا اليوم، يوم الأحد 31 من شهر يناير لعام 2016، ومنافسات سن الكبار، حيث وصلنا في هذا اليوم إلى سن الحيل والزمول. أهنئ جميع الفائزين في الأيام الماضية، وأتمنى التوفيق للمشاركين في هذا اليوم ومسائه ويوم الغد، حيث سنشهد في الفترة المسائية أشواط الرموز. أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، هذا هو الشوط الأول الرئيسي للحيل، يستعد للانطلاقة. وكما تشاهدون على شاشات التلفزة وعلى قناة الريان الأولى والثانية، هذا النقل الحي والمباشر لوقائع وأحداث هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني حفظه الله ورعاه. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والنجاح والسداد. أيها الأعزاء، انطلق هذا الشوط، جائزة عينية قيمة بانتظار الفائزة بالمركز الأول. رصدت لهذا الشوط سيارة تويوتا ستيشن في اكس ار بانتظار الفائزة بالمركز الأول. مسافات هذا اليوم هي 8 كيلومترات. تشارك في هذا الشوط لمة والشايبة شديدة، أبراج، سراحة، ملوح، الظبي، ند الشبا، بشاير، ري، وسمية، الطيارة، والشاهينية، زعفرانة، وأشواق، المسك، هملولة، والعنود. 18 اسما حاضرا في هذا الشوط الأول الرئيسي. ونتجه مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول لنتعرف على من تسيطر وتتحكم بزمام الأمور في شوط الفي اكس ار في الشوط الأول الرئيسي. يا سلام. إذن أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، مقدمة الشوط أبراج سلطان بن خيرة بن محمد بن سلطان اليبهوني الظاهري على مقدمة الشوط، وفي المركز الأول يقدم لنا أبراج خير تقديم. ننتقل إلى المركز الثاني، ومن تتقدم وسمية علي بن حمد بن علي العطية على المركز الثاني، تتقدم تقدم ممتاز، وتليها على المركز الثالث الظبي محسن بن علي بن فراج على المركز الثالث يقدم الظبي الدور، والنقلة إلى المركز الرابع وصلت الطيارة فرج بن علي بن حمودة الظاهري على المركز الرابع، والنقلة التالية إلى المركز الخامس، ومن تتقدم هملولة لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين، ويتابعها في التضمير ناصر بن سالم المكسور. هذه نتيجتنا ونداءنا الأول مشاهدين الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة الأولى في هذا الشوط وفي صباح هذا اليوم. عودتنا إلى التغيير الذي طرأ وجرى على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول. تتقدم وسمية في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء، وسمية لعلي بن حمد بن علي العطية، انتقلت نقلة ممتازة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، بينما المركز الثاني هنا تقدم أيضا من الظبي محسن بن علي بن مبارك بن فراج يقدم الظبي على المركز الثاني الدور دور المركز الثالث. الطيارة تتقدم بدورها، تعود ملكية الطيارة لفرج بن علي بن حمودة على المركز الثالث. المركز الرابع تتواجد فيه أبراج سلطان بن خيرة بن محمد بن سلطان اليبهوني الظاهري على المركز الرابع. المركز الخامس
هنا تصل وتتقدم هملولة سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، التضمير مع ناصر بن سالم المكسور، أخذت تتقدم هملولة على المركز الخامس. هذه النتيجة أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، والعودة إلى مقدمة الشوط. شعار بن فراج يتسلل يتقدم في هذه اللحظات ليخطف الصدارة، يخطف المقدمة مع من تتقدم في هذه اللحظات. الظبي تنطلق كالظباء، هذه الظبي ظبي الفلا على المركز الأول على صدارة الشوط بشعار بن فراج على المقدمة. يقدم الظبي في صباح هذا اليوم في سن الأقوياء، سن الحيل والجوائز العينية والنقدية القيمة، حيث رصد في مساء الغد لهذا السن لشوط النخبة شوط الحيل جائزة نقدية قيمة، إضافة إلى السيف الفضي هناك جائزة نقدية عبارة عن 2,000,000 ريال بانتظار الفائزة بالمركز الأول. إذن دعم سخي لهذه الرياضة العربية الأصيلة، وأيضا من سيدي وبتوجيهات سامية من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم حفظه الله ورعاه. العودة إلى مقدمة الشوط، ما زالت الظبي على المركز الأول على صدارة الشوط. محسن بن علي بن فراج اللي مركز تركيز جميل وتركيز أيضا قوي في هذا الشوط. المركز الثاني، وصلت الطيارة لفرج بن علي بن حمودة على المركز الثاني. المركز الثالث، التحرك من قبل وسمية علي بن حمد بن علي العطية على المركز الثالث. وهذا الشوط يشهد منافسة حامية الوطيس في صباح هذا اليوم. المركز الرابع، وصلت وانطلقت فيه المسك، أول نداء للمسك وهي من أقوى المرشحات في هذا الشوط. عامر بن حمد بن محمد بن عفصان المنصوري يقدم لنا المسك على المركز الرابع، رصيدها مليء بالإنجازات، 4 سيارات في رصيد المسك اللي على المركز الرابع. المركز الخامس، التقدم والتسلل من هملولة، وسعيد بن محمد بن زايد الخيارين يقدم لنا هملولة على المركز الخامس. المضمر ناصر بن سالم المكسور، ومن الجانب الآخر وصلت ملوح وبشعار عتيق أو هنا لخليفة بن محمد بن شاهين المرر، يتابعها مزعج المضمرين على المركز الخامس. هذه النتيجة أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم لمراكزنا المتقدمة الأولى في صباح هذا اليوم. العودة إلى مقدمة الشوط وإلى التسلل من العمق من وسط الميدان مع الالتصاف المسافة، تتقدم في هذه اللحظات وتتسلل، التسلل من قبل الطيارة اللي طارت في هذه الأثناء لفرج الله الله الله، شوفوا التسلل، شوفوا التقدم، أشعلت منافسة هذا الشوط مبكرا. أيضا شعار بن فراج يتحرك على صعيد المركز الثاني. الظبي الظبي الظبي، محسن بن علي بن مبارك بن فراج يقدم الظبي والعصا قوس على المركز الثاني. المركز الثالث، وسمية علي بن حمد بن علي العطية، وملوح انطلقت ملوح، انطلقت ملوح على المركز الرابع. خليفة بن محمد بن شاهين المرر على المركز الرابع يقدم لنا ملوح. المركز الخامس، يا مرحبا بالمسك، يا مرحبا بالمسك، عامر بن حمد بن محمد بن عفصان المنصوري ضيف عزيز قادم، والمسك قادمة للمشاركة من الغربية في أو من مدينة العين على المركز الخامس. وكما ذكرنا بأن الرصيد 4 سيارات تبحث عن السيارة الخامسة في رصيدها في هذا اليوم. العودة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، الطيارة فرج بن علي بن حمودة قبل أسبوعين أو المسك قبل أسبوعين حاصلة على سيارة في مدينة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. العودة إلى مقدمة الشوط، الطيارة فرج بن علي بن حمودة تبحث عن سيارة في رصيدها، هي أيضا رصيدها مليء بالإنجازات أيضا. المركز الثاني،
الظبي محسن بن علي بن فراج شوط قمم 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 أسماء حاضرة اليوم أسماء لها سجل حافل بالإنجازات هذه الحيل اللي ما فيها حيلة المركز الثالث تحركت وانطلقت واسمية علي بن حمد بن علي العطية محك حقيقي واختبار حقيقي للمضمرين في هذا الختامي المركز الرابع انطلقت وتحركت الشايبة غانم بن علي بن حمود الظاهري على المركز الرابع أول نداء للشايبة على المركز الرابع ملوح على المركز الخامس تتقدم وتعود ملكيتها لخليفة بن محمد بن شاهين المرر الشوط الأول يا مضمرين أقوى أشواط الحيل لمن هذا الشوط ولمن ناموسه ناموس هذا الشوط الصباحي الجميل يا سلام يا الظاهري يا سلام يا الظاهري الطيارة لفرج بن علي بن حمودة على مقدمة الشوط على المركز الأول يقدم الطيارة اللي طارت كيلو وين كيلو وين تفصلنا عن خط النهاية المركز الثاني عند بن فراج مع المركز الثاني الظبي لمحسن بن علي بن فراج المركز الثالث تتقدم وسمية علي بن حمد بن علي العطية بينما المركز الرابع تحركت العملاقة استفزوها المضمرين استفزتها الحيل بهذا التقدم وانطلقت إلى المركز الثالث وتقدمت إلى المركز الثاني المسك تتسلل شعار بن عفصان يتسلل إلى المركز الثاني مباشرة هملولة تلاحقها شعار الخيارين يلاحق هملولة سعيد بن محمد بن زايد الخيارين المضمر ناصر بن سالم المكسور وتقدمت العملاق المسك الباحثة عن السيارة الخامسة في رصيدها هذه تنطلق على المركز الأول والعصا قوس يا بو يا المسك وهملولة تتسلل هملولة تتقدم سعيد بن محمد بن زايد الخيارين كيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية يا مضمرين المسك وكذلك هملولة المسك وهملولة منافسة صباحية شحانية على صدارة الشوط على أرضية ميدان التحدي لمن الفي اكس ار لمن السيارة غالية الثمن لمن الناموس يا مضمرين هملولة والمسك هملولة والمسك انطلقت هملولة سعيد بن محمد بن زايد الخيارين سلل شعاره إلى المركز الأول بقيادة ناصر بن سالم المكسور المركز الثاني المسك عامر بن حمد بن عفصان المنصوري المركز الثالث الظبي محسن بن علي بن مبارك بن فراج والكيل الأخير نداء أخير وتنبيه في نفس الوقت للمضمرين نداء وتنبيه هملولة تنطلق مع سعيد بن محمد بن زايد الخيارين في الشوط الأول للحيل أول أشواط الحيل في هذا المهرجان المسك 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 عامر بن حمد بن عفصان المنصوري يوسلوب المركز الثالث الظبي ومحسن بن علي بن فراج المركز الرابع وصلة العنود عبد الله بن سعيد بن محمد بن الأسود العنود تنطلق العنود بإنجازاتها بسجلها الحافل بالإنجازات ولكن انطلقت المسك انطلقت المرشح الأقوى في هذا الشوط وأقرب سيارة في السباق الماضي حاصلة على سيارة في مهرجان المؤسس قبل أيام قليلة وهي تضيف سيارتها الخامسة في الرصيد سلام يا المسك تحية إجلال واحترام لهذه العملاقة المسك ما ذاقت الهزيمة في هذا الموسم أبدا 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 تهانينا لمالك هملولة عامر بن حمد بن محمد بن عفصان المنصوري وسلام يا المسك سلام سلام يا العين سلام سلام يا شعار بن عفصان سلام تهانينا القلبية لعامر بن حمد بن عفصان على اختطاف المسك للسيارة الخامسة في رصيدها وللفوز بالشوط الأول الرئيسي الصباحي للحيل لحظات الوصول تهانينا والناموس المركز الثاني هملولة لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين المركز الثالث العنود لعبد الله بن سعيد بن محمد بن الأسود المركز الرابع الظبي لمحسن بن علي بن مبارك بن فراج المركز الخامس الشايبة لغانم بن علي بن حمودة الظهري هذه النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة الأولى بينما الجوائز النقدية القيمة متواصلة حتى المركز العاشر
إذن مشاهدينا الأعزاء، هذا هو ملخص الشوط الأول الرئيسي للحيل في صباح هذا اليوم. والمسك خطفت المركز الأول، وخطفت ناموس الشوط، وخطفت السيارة الخامسة تضيفها في رصيدها في صباح هذا اليوم. تهانينا لمالك المسك عامر بن حمد بن محمد بن عفصان المنصوري. هذا هو ملخص الشوط، وهذه اللحظات الأخيرة عندما اختطفت المسك المركز الأول وصدارة الشوط. التوقيت الزمني 13 دقيقة ثانية واحدة بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لعامر بن حمد بن محمد بن عفصان المنصوري. المركز الثاني هملولة 13 دقيقة 3 ثواني جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين، وتهاني موصولة لناصر بن سالم المكسور. المركز الثالث وصلت العنود، وتوقيتها الزمني 13 دقيقة 3 ثواني 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك العنود عبد الله بن سعيد بن محمد بن الأسود المري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. أيها الأعزاء، في هذه اللحظات يستعد شوط